اهلا وسهلا اهلا وسهلا النهارده أهل نتكلم على دروس الاطفال ماشي احنا بنبدا دروس الاطفال من حضانه بعلمهم لغه الإنجليزية على اسلوب اللعبه ففي في حضانه علمهم الحروف الانجليزي وبعض وبع الكلمات باسلوب اللعبه تمام فلو حد عايز يبدا من عنده طفل عن طفلك عندك خمس سنين حوالي كده اربعه خمسه سته كده قبلهم يعرفون ير ويكتب انجليزي ماشي بعدهم يعرفون يقرا ويكتب انجليزي uh, هيخش عن um, مكاني بدل هضانه كتب وفي واجب وفيديوهات وتسجيلات ماشي uh, في حالي كل حاجات دي تسجيلات فيديوهات وكل كلام ده وكتاب وحس في مكان مكاني تمام بس الناس كان على نظام الدروس للأطفال بالنسبة للمجموعات أنا مش بجاهز مجموعات ماشي فلو عندكم مجموعة ماشي لو عندكم ما مع... لو ما مجموعة طفلك والدك ابنك بنتك هيكون وحده ماشي لو جايب مجموعة لو أنتم لي صعوبة عشان نجهز مجموعة ومحتاج مجموعة عشان ننزل الثمن الكورس نفسه أنا ممكن أساعدكم أساعدكم الساع عملي إعلان ماشي وبديل بديلهم بديلهم ماشي Uh, ما سامحني سمحني نسبة زوم زوم عنده مشكلة كتير ناس بيشتكي من وده فيديو بتيجي وتمشي فبس هما حاجة تسمع كلامي كويس ماشي فلو عندك مشكلة جهاز مجموعة أنا عمل إعلان ماشي وبحط رقمك فناس هتصل بيك بعد تجاز مجموعة قد أنت عايز أنت عايز اثنين ثلاثة أربعة خمسة uh, وهكذا ماشي uh, وحسب عدد آه uh, أسعار نزل حسب عدد فبعد أنت وصل إلى سعر أنت عايز uh, خلاص أنت يو you know, يبدأ بعد أنت جيب ناس إيه أنت عايز شنو وصل إلى السير أنت عايز شوف هنا هنا وراء الأسعار تمام uh, في كورس كونفرسيشن أغلبية الناس بيجي كورس كونفرسيشن بعده في جنرال إنجليش بعده في كورس انترفيو للناس كبار عايزين يجهز انفسهم لامتحان عشان uh, uh, ل... ممكن هم عايزين عن انفسهم عشان سافر برا عشان في كليه برا uh, او اي شغل انترفيو ممكن عندهم انترفيو عشان تسافر في سفاره او حاجه بجهز لهم الانترفيو تمام انترفيو للشو انترفيو عشان تسافر او بعده بجهزهم لامتحانات لايلتس او توفو ماشي فانت قولي لي uh, انت محتاج ماشي لالكبار للصغيرين انت فهمني احنا بعلمهم الكلام ازاي او جاهز جنرال انجلش عليهم كلمات ونحو قواعد ولكن بالنسبه لي افضل uh, جيلي عشان نعلمهم الكلام ازاي وتنطق ازاي و... وتفهم انجليزي كويس زي اكنابي ماشي عشان uh, اي مدرس حتى مدرس مصري عاد اعلمهم نحو قواعد وكلمات بس مش حتنطق الكلمات صح عموما وهيبوظ اللغه هيكون مكثف في الكلام عشان المدرس اصلي مكسر في الكلام طبعا الطالب هيكون مكسر في الكلام ايضا ماشي فممكن يبدا صح ويخلي اولاد يعرف التنطق صح من بدايه وهيعرف الكلام بجملة صحيحة سليمة مش مكسر من بداية بل صلح بل لغة بعدين هنا <applause> you know, ممكن يبدأ صح في بعض الناس بيجي يسولو وبعد كده عايز يصلح في مستقبل بيجي عشان عايز يصلح عشان بيتكلم مكسر مش بتنطق صح ماشي فممكن يبدا صح عشان مش لازم يصلح حاجه في مستقبل تمام ولا شوف هنا لو في طالب واحد آه هيكون 1600 في بعض الناس uh, you know, عنده فلوس فما ما في مشكله دي اسعار اصلي ارخص من بره لو انت رايح بره وانا عايز ان تمره بره اول ماشي عشان تكون من الشاكرين لأسعار أنا هقول لكم تمام عشان لو بره أنا عايز مدرس أمريكي أو مدرسة أمريكية تمني هاي أسعار والعة أسعار you know, uh, كتير ب, you know, مشي. فبعض الناس بيروحوا أماكن زي أمديس ومشارف إي، عارف وليه المركز uh, نفسه من, uh, من بره ولكن المدرسين مصريين مثلا حتى لو مدرس من هند أو من باكستان علمهم إنجليزي إزاي I'm going to teach you English today مش فاقلب بس من مش هاد من برا وخلاص هاد أصلي لغتهم أصلي إنجليزي تمام ماشي شوف أسعاره مشي إزاي لو كان مدرس من غيتيرا مدرس من غيتيرا مدرس من أمريكا مدرس من أمريكا كندا أي بلد لغة أصلي إنجليزي تمام فعلي أغلى من 1600 جنيه في الشهر وثمانية حساس في الشهر حصتين كل أسبوع ماشي ولكن لو بعد عايز نزل الأسعار أنت, جيب, uh, انت ممكن تاخد نص حصص بدل 8 خد أربعة ماشي هيكون نص ثمنه أيضا 800 بدل 1600 أو ممكن نجيب ثمانية حصص بس أقل وقت بدل ساعة خليه نص الساعة بعد نص 800 جنيه ثم أو طالب عايز مثلا أربع حسس وفي نفس الوقت أقل وقت فهيكون ربع مية جنيه فانك اختيار لو طالب وحده أو في ستمية تمنمية تمنمية أو ربع مية شوف شوف آه ظروفك مدين واختاره زي أنت عايز ويبدأ تمام أو اثنين نفس أشكال اختيار نسبة الوقت وقت لحسة وكم حسس في الشهر أو كم في الأسبوع فيكون ألف جني خمس مئة جني خمس مئة مئتين وخمسين فأنت شوف أي مناسب لكم لتفل بتاعكم أو لو هاد كبار باردو نفس أسعار شن نفس وقت بأخذ نفس وقت فأسعار مش بتغير بت لو نفس وقت كبار أو صغير ولكن بغير نسبة كم فار في هسة ماشي و... وكم حسس في الشهر فاختاروا زي انت عايز او في اثنين الف وخمس الف او خمسمية او خمسمية او ميتين وخمسين اختاروا زي انت عايز ويبدا لا ثلاثة ثمانمية او ربعمية او ربعمية او ميتين اختاروا زي انت عايز ويبدا لا اربعة ثمانمية او مية او مية او ميتين اختاروا زي عايز ماشي خمسة

فشوف هل ممكن يفهم 125 وياخذ كورس معي ماشي واندينا مدرسين مدرسه ومدرس فعايز مدرس تكون رجل او عايز مدرسه امراه امريكيه وامريكي ماشي كل زي انت عايز عايز يكون في هدانة عايز يكون في مكاني برضو عايز اونلاين عايز كورس مسجله في كل اشكال قدامك <سؤال> ولو في عشرة او اكثر مئة 150 150 على 25 هختاروا زي انت عايز ماشي بس انت uh, جاهز المجموعه او 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 والد او بنتك بنتك او ولد هيكون وحده او عايز المجموعه جاهز المجموعه مش عارف جاهز المجموعه قول بياناتك وطلباتك وانا اعمل اعلان وهد رقمك بس عشان السعيد جاهز المجموعه ليه كذا هيكون سهله عشان عندي اكثر من عندي تقريبا 5000 اصدقاء على فيس تمام وعندي مجموعه على فيس بالتعليم الانجليزي فانا اعمل الآن في كل اماكن عندي على فيس تمام فهيكون سهل الناس يتصلوا بكم سريع وبسهوله بس انا مش مسؤول انا مش مسؤول انا مجموعه تمام أنا مش مسؤول مسؤول عن المجموعة أنتم مسؤول عن المجموعة ماشي عشان لو أنا جاهز مجموعة ممكن أنت تستنى أسبوع أسبوعين مش عارف إيه uh, لو ما جاهز المجموعة أنت قول uh, خلاص أنا أنا عايز يبدأ أنا مش هيبدأ دواتي أنا مش هيدرس أي أسلوب أي مشكلة أنا مش مش بجاهز مجموعة أنت جاهز مجموعة لنفسك Wanna, حتى want to hat till I want to say it. أنتم وأنتم جاهز مجموعة وجيلي كل يوم الثلاث بين الساعة خمسة وثمانية uh, كل يوم الثلاث يوم مشان نسجل بين الساعة خمسة وثمانية ماشي لو تعرف تيجي لمكاني شان عم إني امتهن مستوى Uh, زين انت عايز اهلا وسهلا مش قادر يجي لي يوم الثلاث بين الساعه 5 و8 ممكن اعمل كل حاجه اونلاين انت يو you know, اعمل امتحان اونلاين بين الساعه 5 و8 يوم الثلاث وبعده ترفع على نظام فودافون كاش او ويسترن يونيون او باي بال زين انت عايز أنت تو من البلد او بعيد من اسكندريه ماشي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته